بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا في كل مكان ضمن سلسلة القصة يا بناتي. عاملين هنا اختنا عمدة، جيبة عادية بسيطة، هنقص ازاي، هنتعلم ازاي هنقص الجيبة. القماش اللي هي جايباه زي ما حضرتك شايفاه هو هنفتح ده كده، هي طبعا جاهزة على اساس ان هي القصة اهو. القماش فيه الكنار دوت زي ما انتم شايفين كده، فهي عايزه دوت يبقى دير الجيبه. هنجيب الباترون بتاع الجيبه، احنا بنقص الباترون واحد برده، هنجيب الباترون بتاع الجيبه. تنينا القماش كده بالشكل ده، ده على مقفول، تنينا القماش كده بالشكل ده، بحط الباترون كده بالمنظر ده بحيث يكون خط الباترون على الخط المقفول للقماش كده بالظبط كده، وبجيب المارك بتاعي وهبدا اشتغل كده واعلم. هنا هياخد كده، عندي بنسة هنا بعلم حدودها، همشي هنا كده على البطرون كده بالشكل ده كده بالمنظر ده لحد تحت. دائما وابدا بنأسس لطريقة القص، بنعمل ايه؟ قلنا بنجيب المسطرة وباخد عرض مسطرة فين؟ في الأماكن اللي ينفع أزود منها. شايفة بعمل المسطرة ازاي؟ بلف المسطرة كده أهو. الخط التاني اللي انا بعمله ده هو اللي هيكون خط القص، تمام كده؟ هنا بنات دلوقتي بيقولوا لي ايه؟ مدام امل طب احنا ممكن نعلم الخط التاني اللي هو 1 سم ده؟ والله علميه، انت اللي بتزودي على نفسك شغل اهو، علمناه اهو كده بالمنظر ده، تمام؟ هنقص، هنبدا نقص، اتفضلي يلا ما تجيبش وشك بس يلا. لا القص ده لا خربان اهو. هقعد المقص ده، يلا بينا هنقص هنا بناتي. يلا افتحي المقص، افتحي المقص. بقصي فين؟ بقصي فين؟ اصبري اصبري شويه. انا بقص على الخط بناتي اللي انا معلماه، ما بطلعش عليه، على الخط، بشوف الخط فين وبمشي على الخط مباشره، تمام؟ يلا عملنا ايه؟ حطينا الباترون الخلفي، علمنا البنسه بتاعت الباترون الخلفي ايه كده بالشكل ده، سيبنا 3 سم هنا عرض السوسته اهو، عرض السوسته سيبته كده من ورا كده بالشكل دوت على مفتوح. شايفه هنا ده على مفتوح، عرفت يعني ايه على مفتوح؟ مفتوح يعني انا هقفله، مقفول يبقى خلاص الصدر مقفول مش مفتوح، تمام؟ يلا